انا ولا المليجي؟ ايه يا عيلو كلمة ايه يا ابني في انت؟ اولا اشكرك على زعيك فيا، شكرا. لا عشان شعر الوش يعرفوه بالعقل بس. انا عارف انك ان انا بظلم المليجي، بس بتظلم المليجي. بصراحة انا بحاول ابقى افضل متواضع وانا بسأل السؤال ده. المليجي وانت بتخرجني المليجي على طول. المليجي يعني ما دام انا مش فاهم، جات لك الجرأة منين انك تقارن نفسك بالمليجي؟ انت مجنون يا ابني. لا انت مش طبيعي. المليجي أو. وانت جاوبت المليجي؟ لما كنت عايز اجاوب ايه؟ انت بجد والله؟ انا اتذبح لو قلت عايز اقول عمر بتولي. انت بجد والله العظيم قلت المليجي؟ انا مش مصدقك. طب اقول لك حاجه، طب الناس هتقول عليك ايه؟ هتقول عليك مجامل جدا. هتقول عليك انت ايه؟ ربنا يستر وما يقفلوش. هيقول عليه عظيم. ده هزار يا عم. انا بضحك لان انت مخضوض. انا فاكره. لا فاكر اسئله. انا ولا المليجي؟ المليجي. انت فاهم بقى ان انا عشان قاعده معاك وكده؟ لا ده انا اقلب الترابيزه ما بيهمنيش حاجه. انت في وشي جامد قوي. امال اقول لك ايه؟ مش انت قلت؟ ما هو ده اللي دللك بقى ان التانيين اللي انا ما اخترتهمش كنت بحبه. يبقى شيلها بقى في المونتاج عشان الناس تفتكر ان انا ما بحبك زي التانيين. او او او. انا ولا المليجي؟ المليجي. يا عم فاق. ده انفاق؟ يا عم فاق. ده انفاق؟ سقطت الأقنعة. ده انا لو قلت انت يبقى انفاق. بص عليك يا فندم. ده المليجي ده. انت صدمتني. لا ما انت ما تقارنش نفسك برضه بالمليجي يعني يا عمر يعني. انت هشام صلاح عبد الله عامل ايه لما سألته السؤال؟ قال ايه؟ ايه؟ لا والله. كان هيموت مني. هو السؤال ده بقى هرزقه اسطمبه للناس كلها. انا ولا المليجي؟ المليجي طبعا يا عمر. ايه السؤال ده؟ الأستاذ محمود المليجي بتاع زمان ولا أنت؟ لا أنت طبعا. انت طبعا. ايه التبريئه دي؟ الاجابه وصلت. اوه يا نهار اسود، النفس راح يخرب بيتك. انا ولا المليجي؟ انت. بحييك على صراحتك. انت رائع. انا ولا المليجي؟ المليجي. جاري ساكن في العماره اللي قدامي. انت يعني بتجامل الراجل عشان مات يعني؟ انا ولا محمود المليجي؟ المليجي. ايه ده يا جماعه؟ صدمه عمري. صاحبي صدمني صدمه عمري. مش انت اللي تقولي مش شكرا؟ خلاص شكرا يا كابتن. شكرا. عفوا. عادي. طب والناس هتقول عليك ايه اما انت بتقول المليجي؟ معرفش، محرين ده رايهم ذوقهم. يا رب زدني تواضع. انا ولا المليجي؟ المليجي. انت صاحبي هتجرح لو قلت حاجه غلط دلوقتي. فمش هحط مقارنه بين عمر متولي سنا وما بين المليجي عشان التاريخ والناس بس ما يضربوناش. الطعمه جت في ظهري. انا اصلا يعني ناس كتيره توقعت يقولوا المليجي او يجاملوا المليجي الله يرحمه او ما هو يحرج الناس تزعل منه او بتاع. انما علاء انت. انا عملت ايه؟ انا اقول مش اقارن قصدك على دي يعني؟ انت علاء. انا قلت ايه؟ انت لا انت خلاص احلى. خلاص علاء تمام. ايه تمام تمام. مش انت قلت لي قول بصراحه؟ انا ولا انا هغير هنا ولا هنا؟ انا عايز مجاملات سهله. يمكن قلبي مكسور بس انا مبسوط بصراحه. لا مش مكسور، انت اللي قلت لي خليك. انا ماشي وراك. انا ولا المليجي؟ مليجي مين؟ محمود المليجي. محمود المليجي طبعا. فكر فاهم مش بس الناس ما تقولش عليك منافق. انت ولا محمود المليجي؟ انت على ايوه كده مش الادوار والتقل والحضور. لا طبعا انت. انت مليجي. لا انت. لو تعرف انت نفختني بالاجابه دي. انت كنت مجهز بقى لو قلت لا هو المليجي كنت هتقول حاجه صح؟ كنت عامل فيها زعلان منك ونعديها فاهم؟ انما انت كده دمرتني. لا انت. برضه طبعا. ماشي. انا ولا المليجي؟ هو مفيش ده مفيش يعني مفيش مقارنه. تفهم زي ما تقول لاحمد عز ولا اسس. مش قصدي بقى مش بظلمك. لا انت كده بتظلم المليجي. لا لا مش يعني انت هتحط المليجي مكان اسس برضه؟ لا الله يرحمه صح. يبقى انا ولا المليجي؟ انت. انا ولا المليجي؟ انت. من الاجابه طب اقرب لك مين؟ انت. انا ولا المليجي؟ لا انت. يا اخي ده انت كذاب وجميل والله. بص بقى دي بقى دي الناس اللي انا احبها بقى. انا ولا المليجي؟ انت مين؟ عمر متولي يعني؟ طبعا. عمر متولي ولا مين؟ ولا المليجي؟ مليجي؟ مين المليجي؟ مهندس صوت؟ محمود المليجي. قص قص ما تقللش مني. سؤال واضح. انا ولا المليجي؟ انت طبعا.
على فكره بحيك على شجاعتك وصدقك. لو كنت قلت المليجي كنت اقول عليك كذاب بجد. انا ما بحبش الكذب وانا ما بحبش الغرور وانا عارف. انا ولا المليجي؟ عمر متولي. لا المليجي. لسه كنت هقول لك اشكرك على شجاعتك وصراحتك لانك قلت عمر متولي. رجعت قلت المليجي. خواف ومنافق وجبان وكذاب ومش حقيقي. يعني انا عامه تمام انت شايف كده. المليجي خليه ينفعك ماشي.